لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكايه تشيجو فروح شوفه الاول وتعالى، وما تنساش تحط لايك واشتراك يا عسل منك ليه، ولازم تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واصحابه اجمعين. ويلا بينا. في الفيديو اللي فات شفنا ان تشيجو دخل في قتال مع واحد من الكونشي وقدر ان يحبسه بتقنيه من بتاعته، وفي نفس الوقت كان ملك الكونشي واتباعه هجم على مجتمع الارواح وقتلوا عدد كبير منهم، وده غير انهم سرقوا جميع بنكاي بعض القادة وكمان قدر انهم يصيبوهم اصابات خطيره جدا. في ذلك الوقت بقى اضطر القائد الاعلى انه يتدخل بنفسه وينزل يقاتل معاهم. جميع القادة يشعروا به وتشتدهم الحماس والفرحه تغامرهم من كل مكان. هيبه القائد الاعلى كانت لاشعت الخوف من جميع الفرق وارتفعت معنوياتهم لاقصى حدودهم. ايوه هو ده القائد الاعلى يا جماعه. بيحاولوا شويه من الكونشي يهجموا عليه عشان يوقفوه، لكن كل ده طلع في الفاضي. هتوقفوا مين يا اولاد الهبله؟ درع الراب السائر القائد الاعلى ياماموتو شيجا كوني اقسم على نفسه انه هيبيد اي شخص او اعداء يهدد سلام العوالم او ايا من اصدقائه، وده ببساطه عشان كل اعداء عايزين يبيدوهم كلهم وينشروا الفوضى في كل مكان. بيوصل القائد لمكان ملك الكونشي وبنشوف انه ماسك زراكي كمباشي في ايده، وفي لمح البصر كان القائد مسلكه من ايده وبيبعده عن المعركه. بيقول له ازيك يا يوها بخ، عامل ايه؟ كنت فين مختبئ من 1000 سنه؟ ارجو انك تكون محضر نفسك للموت بكل عمر. المعركة تحتدم وكل منهم يقاتل بكل قوته، وبتخفيلة من القائد بيجي من وراه وبيهاجم عليه باللهب الحارق بتاعه، لكن ده برضه يوها بخ يا جماعة، أيوه ده برضه ما بيكونش سهل إنه يتهزم بسهولة، بيطلع السيف بتاعه وبيسد هجومه بكل سهولة، النيران تشتعل في كل مكان، وفجأة النيران دي بتختفي من كل مكان في مجتمع الأرواح، جميع من في المكان بيحسوا بالجفاف لكن بدون أي نار في المكان، هو في إيه يا جماعة؟ لكن وفجأة بنسمع بانكاي زانكا نو تاتش. اوباه القائد الاعلى كان استخدم البنكاي الخاص بيه، يا رباه البنكاي الذي اطال 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 سنوات لم نراه. لاول مره من زونوش اتانمي بليتش بيظهر بنكاي القائد الاعلى، نسله بيتغير وبيكون شكله على شكل حمم بركانيه. بيقول له ارجو منك انك ما كنتش نسيت الشكل ده، بس مفيش مشكله عادي انك خليك تجربه مره ثانيه. القائد بيهاجم على يوها بخا ومن ضربه واحده بتقسم الارض نصين. يوها بخا بيتفادى الضربه وبيطير في الجو وبيروح يقف على سقف بيت جنبهم. ياماموتو وراه هو مش مديله اي فرصه، بسرعه من يوها بخا بيلاقي ثغره وبيهاجم عليه بالسيف بتاعه، وفجاه السيف بتاعه بيتلاشى وبيروح غبار قبل ما يوصل له. الله هو في ايه؟ هو مش المفروض السيف ده اخذ كل النيران اللي حواليه وحولها لقوه غاشمه زي اللي احنا شفناها دي ولا ايه؟ امال السيف بتاعه ازاي اتبخر قبل ما يوصل له حتى كده؟ يوها بخا محتار وبيقول مش دي القوه اللي شفتها من 1000 سنه. اوبا ده شكل الموضوع في ايه بقى؟ ساعتها بقى كان القائد بيقطع حبل افكاره وبيقول له انت فاكرني كنت بقاتلك بكل قوتي؟ لا يا حبيبي، البنكاي بتاعي ليه قدرتين شرق وغرب، وقدره الغرب دي بيقدر يستدعي نار الشمس، ودي نار بتبلغ حرارتها 15 مليون درجة مئوية، يعني بتسيح أي حد جنبيهم، يعني مفيش فرصة لأي حد إنه يقف قدامه. بيقول يوها بخا إن كل أعضائه وجسمه حاسس إنها بتولع، لكن بسبب قدرة بلود دي قدر بس إنه يقف قدامه، قوة غاشمة بمعنى الكلمة. بيعمل يوها بخا آخر تقنية دفاعية عنده، ودي لو أي حد دخل مجالها هيتم ضربه على طول، يعني زي الليزر كده. لكن القائد الأعلى بيقول له ليه هاجيلك أصلاً؟ أنا هخلي أتباعك الميتين هم اللي يهاجموا عليك. القائد بيرزع صفه في الأرض وبيقدر يخرج عظام الناس اللي قتلهم، يعني اي حد قتلهم بالسيف بتاعه يقدر ان يرجعهم على شكل هيكل عظمي كده عشان يقاتل معاه. يوها بخا بيشوف الحاله كده وبيروح بسرعه هو اللي يهاجم عليه، لكن الهياكل العظميه دي بتصد ضربته وبتتلف حواليه وبيتشكلوا على شكل اتباع ليه هو قاتلهم، وبضربه واحده من القائد الاعلى كان مدمره حرفيا. وبنشوف بعدها يوها بخا وهو متقطع لاربع اجزاء، واخيرا وليس اخيرا القائد الاعلى بيلغي تفعيل البنكاي بتاعه وبيهطل المطر من السماء من جديد. لكن وفجاه والقائد ماشي بيسمع يوها بخا بيعتذر لحد، بيستغرب القائد الاعلى من الكلام ده، ازاي قائد وملك الكونشي بيعتذر كده ومن مين بيعتذر اصلا؟ وفي وسط دهشه ياماموتو فجاه بنلاقي قاعده الفرقه الاولى بتتدمر كلها، وبيظهر يوها بخا من وراها. الله امال مين اللي كان بيقاتله ده؟ اوبا ده طلع واحد من اتباع يوها بخا، الراي حرف ار، يعني بيقدر ينسخ اي شخص تاني، وكل ده بس عشان يعمل الهاء ليوها بخا لحد ما يخلص اللي كان بيعمله، يعني كان تخفيله مش اكتر. بيساله القائد انت كنت بتعمل ايه بالظبط؟ بيقول له ايه هو الشيء الموجود بالظبط تحت مقر الفرقه الاولى؟ ايوه زي ما خمنت بالظبط، كنت عند سجن ايزن سوساكي، وزي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان مهمه ايزن ويوها بخا هي مهمه واحده، فيوها بخا عاوز ايزن ينضم ليه بما ان خطتهم واحده، لكن ايزن بيرفض انه ينضم ليها عشان طبعا ما بيحبش انه يشتغل عند حد، وبيضطر يوها بخا انه يسيبه وبيمشي بما انه مش هيستفاد منه بحاجه. ساعه ما بيسمع القائد الاعلى كده بينفعل البنكاي من تاني، لكن كانت هنا الكارثه، يوها بخا بيفعل شرط سرقه البنكاي وبيسرقه منه، وبيعرفه انه كان عارف ان مفيش حد هيقدر يحتوي قوتك او يستخدمها فيما بعد، عشان كده امر كل قوته ان مفيش
حد حتى يحاول انه يسرقه منه، ولكن هو الوحيد اللي يقدر يستخدمها ويحتويها. كمان اصعب موقف هو وقت مر على تاريخ القائد الاعلى. ساعتها بقى كان يوها بخ فعل قوته وخرج سيفه من الرياتسو، وبضربه واحده منه بيقسم القائد الاعلى لنصين. تبا لك يا يوها يا بخ، ووداعا يا اعظم شخصيه في بليتش، ما تمنيت لك هذا، ولكن الكاتب هو الذي كتب هذا. ساعتها بقى كان جميع القاده شعروا بموت القائد الاعلى، ولكنهم هم كمان كانوا بيواجهوا خصوما اقوياء وتمت هزيمتهم بالكامل. بيقول يوها بخ ان حاليا مش شايف اي شينيجامي قوي هنا لانهم بقى ضعاف جدا مع مر السنين، لكن الاشخاص فقط اللي كان معترف بيهم انهم اقوى خصم ليه هي الفرقه ال 13 اللي كانوا من 1000 سنه، اقوى فرقه عرفتها التاريخ، فرقه الهمج، فرقه ما كانش عندها لا رحمه ولا شفقه اتجاه اعدائها. ومع اخر كلماته بيحطم جثمان القائد الاعلى الاشلاء اشلاء. في نفس اللحظه كانت قوات يوها بخ فتحت بوابه من مجتمع الارواح وبين العالم بتاعهم، وده عشان يستدعوا كل قواتهم ويقتلوا كل فرد من الشينيجامي. عدد القتل في مجتمع الارواح لا حصر لها. ساعتها بقى بيقدر رئيس اتصالات مجتمع الارواح انه يفتح بوابه لايتشيجو، وده عن طريقه معينه او بعد خاص مخترعينه لسه جديد، واللي اول ما بيخرج بيقتل واحد من الكوينش على طول. جميع القاده والكوينش بيحسوا بحضوره، بس بيكون الكوينش مش عارفين ايه ده ولا مين صاحب الرياضه القويه دي. لكن بعدها بنشوف ايتشيجو وهو واقف قدام بياكيا اللي بيكون مهزوم وعمال ينزف على وشك الموت. بيقول له انا اسف يا ايتشيجو، انا المفروض ما اقولش الكلام ده، لكن انا حاليا ما قدرتش احمي فرقتي ولا حتى احمي جنود مجتمع الارواح. الاعداء كانوا اقوى مننا وهزمونا جميعا. انت انسان في البدايه مالكش دعوه باي مشاكل من مشاكلنا الخاصه، لكن ارجوك يا ايتشيجو احمي روكيا ومجتمع الارواح واحرص عليه. ساعتها بقى بنشوف ايتشيجو ورياتسو بتنفجر من عليه وبيختفي من قدام بياكيا بسرعه الضوء، وبيروح بسرعه جدا عشان يقاتل زعيم الاعداء دول. بيقول ليوها بخ انه مندهش جدا على خروجه من سجن الطاقه، لكن ايتشيجو بيكون حزين جدا على اللي حصل في مجتمع الارواح وبيساله انت زعيم الاعداء دول؟ بيقول له ايوه انا هو من قتل جميع الاشخاص في مجتمع الارواح. ساعتها بقى ايتشيجو بيستنشد غضبا وبيهاجم عليه، القتال بيحتدم بينهم وكل منهم بيسدد ضربه للاخر، ولكن من سينتصر في النهايه؟ ايتشيجو بيهاجم ويوها بخ بيدافع وحاجه فوق الجمدان، لحد ما بيقدر يوها بخ ان يثبت ايتشيجو في الارض وبيرزع السيف في رقبته. لكن وفجاه بتحصل حاجه غريبه جدا. ازاي كده يا جماعه؟ تقنيه بلود دي اللي المفروض بتكون في جسد الكوينش بس ازاي بتكون مع ايتشيجو؟ اوبا، في اسرار كتير باين لسه ما نعرفهاش. ومع ظهور يوها بخ من تقنيه بلود كان ايتشيجو هجم عليه بهجوم ساحق جدا لدرجه ان حرق له ايده كلها. ايوه كده يا ايتشيجو، اعمل اللي غيرك ما قدرش يعمله، اهزم يوها بخ. لكن برضه الامر مستحيل عليه لان يوها بخ برضه مش خصم سهل انه يتهزم يا جماعه. بيقول يوها بخ المفروض انه كان يفهم كده من الاول ان ايتشيجو مش شينيجامي اصيل. باختصار كلمه اصيل شبه كلمه هجين كده، لان لو كان ايتشيجو شينيجامي عادي زي اي حد من الشينيجامي ما كانش قدر انه يكتسب قدره بلوت. قدره بلوت دي يا جماعه هي القدره الثانيه لدى الكوينشي اللي بتخلي دفاعهم وهجومهم خارق جدا. لكن الفكره هنا بقى ان محدش بيقدر يستخدم التقنيه دي غير الكوينشي فقط، وايتشيجو لما كان محبوس قدر انه يسحب الرياتسو زي الكوينشي عادي. باختصار كده يوها بخا بيقول لايتشيجو انه هو من الكوينشي مش من الشينيجامي. ايتشيجو طبعا عمال يصرخ عليه ومش فاهم حاجه. بيقول له اهدى بس، انت كده من طريقه كلامك ما تعرفش اي حاجه عن امك صح؟ اوبا، زي ما قلنا في البدايه يا جماعه لسه في اسرار كتيره مخبأة، لكن لو عاوز تعرف كل حاجه عن نفسك وامك يبقى لازم تيجي معانا في الفندر ريه. بيحاول يوها بخا ان ياخد ايتشيجو بالقوه معاه وبيهاجم عليه باسهم من الرياتسو الغير متناهيه. ايتشيجو بدا يضعف، ايتشيجو بيسقط على الارض من كتر الالم ونفس قوته. ساعتها بقى يوها بخا بيحاول انه يطعنه ببطنه، لكن في اللحظه الاخيره بتغطيه الزلال دي وبيضطر انهم ينسحبوا من مجتمع الارواح جميعا. وفي ذلك الوقت بيفوق ايتشيجو من تاني وبيحاول انه يهاجم عليه، لكن في لمحه من البصر بيقدر الشخص ده اللي مع يوها بخا بكسر سيف ايتشيجو من ضربه واحده. يا الله، اعظم ارك شفته من بليتش. بيقول يوها بخا ما تقلقش، انا كده راجع لك من تاني، حاول انت بس تعالج روحك دي وتستناني يا ابن العزيز اللي اتولد في الظلام. بس ايه فعلا حكايه امه دي؟ وهل فعلا ايتشيجو واحد من الكوينشي؟ طب ولو هو من الكوينشي فازاي ايتشيجو قدر ان يكون واحد من الشينيجامي؟ وهل اصلا ينفع الكوينشي انهم يحصلوا على قوه الشينيجامي؟ طب لو ينفع فعلا انهم يحصلوا على قوه بعض، ليه فعلا ما عملوش كده طالما كلهم بيسعوا لحصولهم على القوه؟ يبدو ان في اسرار احنا لسه ما نعرفهاش لحد دلوقتي. بيظهر الليل وبيبداوا الشينيجامي المتبقيين انهم يسعفوا المصابين. بعدها بنشوف اساني واقفه مع قائده اونا هانا، بتقول لها اساني هل كان من الصح اننا نفضل هنا وما نعملش حاجه؟ لكن بتعرفها ان دي كانت اوامر القائد الاعلى قبل ما يموت. ساعتها بقى بنشوف تشيجو وهو واقف مع روكيا بعد ما فاقت وبتحاول تطمنه عليها عشان كان قلقان عليها. في نفس اللحظه بيجي له شينيجامي وبيعرفه ان القائد مايوري عاوزه حالا بخصوص الزمبكتو بتاعه، وبيضطر تشيجو يودع روكيا ويمشي معاها. في تلك الاثناء كان جميع القاده مجمعين سيف القائد الاعلى عشان ما لاقوش الجثمان بتاعه، لانه زي ما احنا عارفين
ان يوها باخا دمروا تماما، وبيجي لهم معلومات ان القائد بياكيا والقائد زراكي قدروا انهم يتعافوا من الاصابات الخطيره اللي كانوا عندهم، لكن هياخدوا وقت اطول عشان يتعافوا بالكامل. طبعا الكل بيكون متضايق من اللي حصل، وكله بدا يصرخ على بعضه لحد ما بيجي القائد ريكيكو وهو بيهدي الوضع، وبيعرفهم ان القائد الاعلى لو كان هنا ما كانش هيحب انهم يعملوا كده، وكمان بيعرفهم ان الجوت ال13 دلوقتي ما عندهمش وقت يحزنوا فيه على حد، لان الجوت ال13 لازم يستعدوا عشان يحموا مجتمع الارواح من جديد. في نفس اللحظه كان ايتشيجو وصل عند القائد مايوري، وبيعرفه انه مش هيعرف يستخدم البانكاي بتاعه مره تانية لانه انكسر في وضعيه البانكاي ولازم يودعه من دلوقتي. بيتصدم ايتشيجو من كلامه وبيعرفه انه سمع مره ان عرف يصلح البانكاي بتاعه بعد ما اتكسر، لكن القائد بيرد عليه وبيقول له لا انه ما انكسرش ولا حاجه، بل ان قدر يطور الزمبكتو بتاعه، لكن اللي قدر يكتشفه ان الزمبكتو يقدر يتصلح لما ينكسر، لكن ما بيقدرش يتصلح وقت ما ينكسر في وضعيه البانكاي، لان في الوقت ده انت بتكسر روح البانكاي نفسها. يعني لو شخص مجروح بيقدر يتعالج وبيعيش، لكن لما الشخص ده بتنقطع رقبته فده بيموت. نفس الامر بقى بينطبق على الزمبكتو، وبيعرفوا ان الفرقه صفر جايه في الطريق وانت لازم تقابلهم، لان دول اكيد عندهم الحل لتصليح الزمبكتو بتاعك. في تلك الاثناء كان جميع القدم متجمعين يمت سور مجتمع الارواح لانهم مستنيين الفرقه صفر ينزلوا من القصر الملكي. بيسالهم ايتشيجو فين القصر الملكي ده، بيعرفونه بيكون فوق في السماء، وده مكان الفرقه صفر فقط، وهم بيكونوا 5 اشخاص بس، وكمان ما عندهمش لا جنود ولا حد بيساعدهم في حاجه، وعندهم قوه بتفوق الجوت ال13 كلهم. ساعتها بقى بتكون الفرقه صفر وصلت لمجتمع الارواح، وده عن طريق صاروخ بيركبوه. اول ما بينزلوا بيفضلوا يهزروا ويتريقوا على كل الموجودين، عاملين زي مهرجين السيرك والله. باختصار بعتهم ملك الارواح عشان يساعد الجوت ال13، وكمان عندهم امر باخذ روكيا وبياكيا ورينجي وايتشيجو، لان حالتهم حرجه جدا ومش هيعرفوا يعالجوهم في مجتمع الارواح. بيعرفهم ايتشيجو ان هو بخير ويقدر يتعافى على طول في مجتمع الارواح، لكن بيقولوا له بصراحه في سبب تاني عشان ناخدك معانا. بيسالهم ايتشيجو هو انتوا فعلا ممكن تصلحوا الزمبكتو بتاعي، لكن بيعرفوه انه ما ينفعش يتصلح تاني، لكن ممكن يعملوا له سيف يشبهه كده. باختصار شباب الفرقه دي ما بتنزلش لاي سبب، لانهم بس ليهم مهمه واحده وهي حمايه القصر الملكي فقط. وعاوز اقول لكم حاجه، ان ده المكان اللي الكل بيسعى عليه سواء ايزون او يوها بخا، لان في شيء في القصر الملكي ده الكل نفسه يسيطر عليه، بس برضو مش هقول لكم هو ايه عشان ما احرقش عليكم. وهم واقفين بيظهر لهم اوروهارو عن طريق بث مباشر، وبيعرف ايتشيجو ان هو واصدقائه بخير، وبيقول له كمان انه لازم يعمل الشيء المناسب ليه، يعني لازم تستعيد قوتك من جديد يا ايتشيجو. وهم في الاتصال بنلاحظ انهم قدروا يتحالفوا مع واحد من الاسباده، بس هو مين لسه ما ظهرش بالكامل. طبعا الكل بيركب وبيطيروا بالصاروخ بتاعهم تاني، وبنلاحظ ان اعداء ايتشيجو السابقين لسه عايشين وبيساعدوهم في مجتمع الارواح. ساعتها بقى كان ايتشيجو والفرقه صفر وصلوا للقصر الملكي، وبنشوف ان القصر الملكي ده مختلف كتير جدا عن مجتمع الارواح. بيقولوا ايتشيجو هو ده بقى المكان اللي كان عاوز يجي ايزن ليه، بس ازاي جينا هنا بدون مفتاح الملك؟ بيعرفوا القائد ده ان مفتاح الملك ده بقت هي عظام الفرقه صفر كلها، وده لانهم اول ما انضموا للفرقه صفر غير ملك الارواح عظامهم بمفتاح الملك، عشان كده بيقدروا يدخلوا ويخرجوا زي ما هم عاوزين. اما عن ايزن فده كان عاوز يصنع مفتاح زي عظامنا كده بس بقوته الخاصه، وده طبعا عشان عاوز يقتل ملك الارواح ويسيطر على كل شيء في العوالم. وبيعرفوه كمان ان ايزن كان فعلا بيجسد الشر، لكن الكوينش دول بقى هم اشخاص اشر منه بكتير. وبنشوف بعدها ان في 5 مقرات جنب قصر ملك الارواح كده، وكل طابق من دول ده بيكون مقر واحد من الفرقه صفر. ساعتها بقى بياخدوا ايتشيجو وباقي الشينيجامبي الينبوع من الميه، لكن الينبوع ده فيه قدره علاج قويه جدا، يعني لو في اصابات هتاخد سنه في التعافي الينبوع ده هيشفيه في يوم واحد. بالفعل رينجي وايتشيجو اتشفوا بالكامل بعد كام ساعه فقط، ما عدا بياكيا اللي بتكون اصاباته خطيره جدا. بيقول لهم القائد ده تمام، يلا بقى طيروا للمقر اللي بعده. في نفس الوقت بقى بنشوف القائد كيرا كوكو تم تعيينه مكان القائد الاعلى من مستشارين مجتمع الارواح، وبما انه القائد الاعلى دلوقتي بيطلب حاجه غريبه جدا صدمت الكل، بيطلب ان زراكي كانباشي يتعلم فن القتل اللي هو البانكاي. طبعا الكل بيكون معترض لانهم خايفين ان ممكن ينقلب عليهم في يوم من الايام، وساعتها بقى محدش هيقدر يوقفه، هيبه من يومك يا ابني والله. لكن بيعرفهم ان دلوقتي بقى هو القائد الاعلى لمجتمع الارواح، وانه لازم يعمل كده عشان يقدر يتصدى للهجوم الجاي من الكوينشي، وبيطلب من اونا هانا انها هي اللي تتكفل بمهمه تعليم زراكي ده. في اللحظه دي بقى كان ايتشيجو ورينجي وصلوا عند القائده الثانيه، ودي مهمتها بس انها تاكلهم وتعلي نسبه الرياتسو بس داخل جسمهم. باختصار الاكل بتاعها ده ممزوج بطاقه روحيه قويه جدا، يعني كل ما تاكل اكتر كل ما هتزيد قوه اكتر. بتعرفهم القائده دي واللي كل ما بتطبخ اكتر وتستخدم طاقتها الروحيه بتقدر تخسر وزن من وزنها، وشكلها بيتغير زي ما انتم شايفين كده. بتقول لهم بقى انهم لازم ياكلوا ويشربوا على قد ما يقدروا، لانهم لو ما عملوش كده مش هيقدروا يستحملوا التدريب اللي في القصر الجاي. وبتعرفهم ان كل واحد من الفرقه الصفر هنا ليه شيء متفوق بيه عن الاخر، والا ما كانش ملك الارواح هيقبل
بيقبل انهم يكونوا حراس ليه وبتحذرهم من المقر الجاي، لانه اللي موجود فيه الراجل اللي اخترع الزنبقته، وده بيستحيل على حد منا توقع افعاله المستقبليه. وفي تلك اللحظه بقى كان القائد زراكي والقائده اونا هانا واقفين ضد بعض، المعركه المنتظره منذ وقت طفولتهم، كلا منهم يشعر بحماس الاخر. يا رباه سوف تكون معركه من اكثر المعارك حماسا، ولكن من منهم سوف ينتصر في النهايه؟ وهل ايتشيجو ورينجو هيقدروا فعلا يستحملوا التدريب القاسي المنتظر ده؟ وهل مخترع الزنبقته ده هيقدر يرجع سيف ايتشيجو من جديد ولا لا؟ ولو عرف يرجعه هل هيعرف يرجعه بنفس قوته اللي كانت عليه، ولا هيبقى بقوه جديده؟ استنونا بقى في الجزء الثالث من حكايه ايتشيجو، وما تنساش تحط لايك واشتراك وتكتب لي كومنت ايه افضل مشهد عجبك في الفيديو ده. ولازم بقى قبل ما تقفل الفيديو انك لازم تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واصحابه اجمعين، وكمان كل عام وانتم طيبين. ويلا يا بنك ليه سيبكم من الانترنت وجو التليفونات ده، وقوم اتصل بحبايبك وعيلتك وعيد عليهم، لان شهر رمضان المبارك ده هو شهر التسامح والمغفره والرحمات، وكل حسنه فيه بتتضاعف اضعاف مضاعفه. عشان كده حاول على قد ما تقدر انك ما تفوتش فرض في رمضان او اذكار من اللي انتم تعرفوها. وكل عام وانتم بخير، ويلا سلام. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me.